العشاء لأجبتها وقلت لبيك. وزارها صلى الله عليه وآله وسلم وبكى عند ضريحها الشريف، وزارها في 1000 مقنع مدججين بالسلاح، يعني أنها زيارة رسمية. وبكى عند قبرها وسلم وناجى، وبكى الصحابة لبكائه. ولذلك أحياها الله لحضرته، أحياها له حتى تراه وهو نبي، فتجمع إلى إيمانها شرف رؤيته نبيا فتكون صحابيا. ولذلك جمع الوالدان الشريفان بين الاصطفاء والإيمان وبين الصحبة.